كيقتلوني داك صحاب ركوب الامواج حتى انا كنتحدى الملولي. الملولي راه غير واحد ما فياش الف. صافي عندي تحدي واحد مع ريكو دابا تنساليو معاه ونشوفو. كيقتل عندي الاحزيمه وعندي الالقاب وانا بطل. انت بطل كتعرفك امك واختك وجوج ديال صحاباتكم صدعنا راسنا. ديت شافو براني في التريني ما خايف تشالك يا ياك صافا ديز از بولد فراي دا ستارت اب ايبو goed zo. Ik zeg altijd, als het goed voelt, dan moet je het gewoon blijven doen. Maar zodra het brandt, dan moet je echt stoppen. Brandt al? Nee, nog niet. Ja, stop toch maar, joh. Ja, kom op. Kom op. Kom op, Steve. Kom op. Ja, top, man. En dit is die transformatie waar ik het over had, hè? Kijk, hiervoor was ik een dun ventje. En nu ben ik gewoon... Ja, gewoon wie je bent. Wie ik ben. Ik. Wauw. Hey, zou ik nog even snel naar het tekenen als je klaar bent met je frietje? Nee. Rico Verhoeven, this message is for you. I don't joke, believe me. I swear of my God, I send you underground in the first round. Just accepted my challenge. I am ready for fighting with you. غادي نحزق يمك ديال بصح، غادي نرد اعتبار لكاع المغاربه. See you. What will you do? What will you do? Vriend, jij moet gewoon je mond houden. Als we je gewoon de handschoen aantrekken, dan sla ik jou ook gewoon in de ring door. تيبقى فيك الحال هو فاش كتلقى جزائريين اللي ماشي ولاد بلادك كيدعموك ويشجعوك ويكبروا بيك، وكتجي كتلقى شي وحدين من ولاد بلادك كيطيحوا بيك وكينقصوا منك. هنا كتعرف بان بلادك وولاد بلادك شبعانين حقد وحسد. الله يعفو علينا الله وصافي. هادشي اللي غادي نقول. ولا نت هضرت انايا حيت ضربتني النفس على المغاربه، حيت قال لك ريكو شخشخ المغاربه كاملين. ضربتني النفس ونت هضرت حيت نفسي خايبه وما نرضاش بلا ما يبقى يطيح بينا. اما انايا ما على باليش اصلا، وبان ملي كيهضر انا راه عندي السادة سانتور نوار وعادي قد براسي. الا هضرت راني قاد. حنا نفسنا حاره وما كنقدروش نشوفوا شي واحد كيبهدل في المغاربه ونسكتوا. قال لك ريكو اصبح كابوس المغاربه. كابوس المغاربه ليك انت، حنا بالنسبه لنا ماشي كابوس. كاينين دراري في المغرب ما يوصلهم لا ريكو لا انا. كاين دراري الطياير ما تعطاتهمش الفرصه، ما تبقاوش تنقصوا من المغرب. وطارق خبابز اللي خدام بهم كيضحك عليه قال لك شوهنا ما شوهناش، بالعكس هذاك بطل من العيار الثقيل. هو في الدمي فينال لعب مع ليفيري اخترز عنده 11 الفيكتوار، ما عمر شي واحد طيحه. تطيحوا طارق خبابز وطلع الفينال لعب مع ريكو، هذاك بطل وتحيه ليه.